الحمد لله يا رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وسندنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكل السادة المتصلين والمشاهدين، وأهلا ومرحبا بكل السيدات المتصلات والمشاهدات. وأرقامنا موجودة أسفل الشاشة، ومعنا أم نوفل من الجزائر العاصمة. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أم نوفل؟ الحمد لله، ربي يعيشك. مرحبا، تحية لك ولأسرتك ولكل العاصميين، ومرحبا. شكرا، مرحبا. العفو. ألوغ أنايا عندي واحد ثلاثة ولا أربعة منامات. الأولى فيك، حلمت باللي راني نتمشى هكذا وشفت قبر تاع نبي. ألوغ هذاك القبر كان عادي، ماشي غير تراب، حضرة من. وكي كنت جايزة قالوا لي واحد زوج رجال، قالوا لي هذا القبر تاع سيدنا موسى ولا عيسى، مانيش شافية إكزاكتومون. إما عيسى أو موسى. إيه، واحد منهم ما شفتش أمل فيهم. والثانية؟ والدوزيام لقيت، شفت روحي في الحج، وكانت معايا جارتي لبست لها الخمار بيد، وقلت لها رانا في الجامع نصلوا في هذا الجامع، بس نهبطوا للكعبة. ومن بعد راحت ما بانت، ما زلت لقيتها. يعني تصلي في المسجد الحرام؟ ايه، نصلي في الجامع، فوالا في المسجد الحرام. قلت لها نصلوا هنايا، درت لها خمار بيد هي، قلت لها نصلوا هنا ونهبطوا للكعبة. ومن بعد راحت ما زلت بانت. لبستي خمار ابيض؟ نعم، رجالتي هذه كانت تكون هنا معنا ودوكا رحلت. والثالث؟ الثالث شغل طلعت في عمارة. ساعة عمارة؟ نعم، هذيك عمارة طويلة. وكي طلعت في لاسانسيور لحقت ليطاج لافون ديغني، قبل الاخير. وكي دخلت لقيت باللي هذاك السقا مازال ما تبنات، وكانوا الناس قاعدين. طلعت في لاسانسيور حتى الفوق وخفت، قلت لي طلعت بزاف لاسانسيور. هذه هي. انا عم وخطر حلمت انا كنت نبكي، وفي المنام نبكي، وجا بابا الله يرحمه. انا عندي ديجا مشاكل، و جا بابا الله يرحمه، وكان صحيح هكذايا في المنام عنقني هكا، وقال لي بنتي ما تبكيش، انا ما نقدر ندير لك والو. يعني في المنام يقول لي بلي انا ميت، ما نقدر ندير لك والو، بصح راني معاك. ويعنقني ويبكي، وكان صحيح. وكان يبكي هو ولا ساكت؟ ايه، معنقني وغيداته، شغل غدته يعنقني ويقول لي يبكي هكذايا، وكان صحيح. بس وكانت مامي واختي اللي هي في البيت الاخرى شغل يشوفوا فيا نظره ماشي مليحه. يماك واختك؟ ام عمه. قولوا علاقه معهم طيبه في الواقع؟ لا منيح، ما كان حتى صيام، عادي يعني الحمد لله. وهذا الرؤى وقتاش كانت؟ في الليل في النهار؟ هادو في الليل. نعم. باباك شحال عنده من مات باباك؟ بابا الله يرحمه صافي عنده قريب 5 سنين. الله يرحمه ويوسع عليه. وشحال في عمرها اختنا ام نوفل؟ انا عندي 34 عام. عندك اولاد؟ عندي وي زوج. من بينهم نوفل؟ نعم. وراكت اختي، قولي راكي تمري ببعض المتاعب، راكي تمر بمشاكل. وي مع المسؤوليه تاع الدراري وحدي. والحياة الزوجية مليحة؟ لا، أنا مطلقة. مطلقة منذ مدة ولا غير كيما؟ لا، منذ مدة طويلة شوية. الله يهديه، آمين يا رب. آمين. وعندي واحد. نعم، تفضلي. وعندي واحد كنت في البحر، وكان الموج فوقي، الموجات، وأنا شغل كنت في البحر هكايا وسط الموجات، وكان جارنا هدايا متوفي تاني واسمو عمي رابح. والامواج فوقك؟ فوقي الموجه، وانا وعمي رابح. قلت له عمي رابح راني نتنفس داخل الماء، وهو يضحك معايا. هذاك متوفي عمي رابح تاني، بدا يضحك، والموجات هكا فوق راسي، وما صرا لي والو. شغل سلكت، شغل ما صرا لي والو، الموجات تولى. ما شاء الله. اذن اختي ام نوفل نعم ابقي معنا،
وستسمعي الجواب، ومرحبا بك. مرحبا. خيرا تلقيناه وشرا تتوقيناه. هذه الرؤى الخمسة إن صحت وصدقت، أنت مصابة ببعض المتاعب، أنت تمرين بفترة حرجة وقلقة ومتعبة، لأن الإنسان يرى نفسه في أمام قبر أو في السجن موش مليح. رؤية السجن أو المقبرة تدل على أن الإنسان يمر بمتاعب ومشاكل وبفترة حرجة ومزعجة. وهذا القبر قيل لك أنه قبر لعيسى عليه السلام، وقيل لك أيضا أنه قبر موسى. مهما كانت المسميات، القبر يبقى قبر، معناها راكي مهمومة وراكي مغبونة وراكي تعبانة. فنسأل الله لك التوفيق، أكثري من الاستغفار والدعاء والصلاة في وقتها، وأنصحك بقراءة كتاب لا تحزن لصاحبه الشيخ الدكتور أبو عمار المصري، لأن لا تحزن كاين ثلاث عناوين أو أربع يعني، ولكن ما أنصحك به هو لمؤلفه أبو عمار المصري، وهو كتاب أكبر من كتاب عائد القرني، وكتاب عائد القرني يميل كثيرا إلى الأدب، لكن الكتاب الذي نصحتك به يميل إلى الأثر، وشتان بين الأدب والأثر. إذن كذلك كأنك مع جارتك في الحج وأعطيتها خمارا، هذا يدل على أنك إنسانة تعطين الخير وتنشرين الخير وتبذلين الخير وتريدين دائما إيصال الخير والمسرات والأفراح للناس. بالرغم أنك تمرين بالمتاعب والمشاكل والقلاقل، مع ذلك أنت مصر على فعل الخير مع الجميع. واللون الأبيض في المنام يدل على الأمن ويدل على السلم، فأنت مأمونة ومنصورة ومحفوظة بإذن الله عز وجل. وكونك تصل في المسجد الحرام، المسجد في المنام هو الإنسان يرى نفسه داخل الجامع أو في المسجد، معناه راه محفوظ، معناه راه منصور بإذن الله عز وجل. والصلاة في المنام هي الصلة الوطيدة القوية المحكمة بينك وبين المولى عز وجل. كذلك صعدت عمارة طويلة ويعني ركبت لاسانسور حتى النهاية، الإنسان يرى نفسه صاعدا مليح، موش مليح ليش بروحه هابط أو يسقط. أما إنسان يشوف روحه طالع سواء على رجليه أو في طائرة أو يطير في السماء أو في مكان ما عالي، جيد، هذا دليل على أنك ستصلين إلى مبتغاك وتحققين أمانيك وأحلامك وتصلين إلى مرادك بإذن الله عز وجل. وبعض العلماء قال إنسان إذا شوف روحه طالع للسماء أو إلى مكان عالي يدل على أن الله سيرفع من مقامك وسيرفع من ذكرك وسيرفع من مكانتك. وبعض العلماء أيضا قالوا الله تبارك وتعالى سيذكرك في الملأ الأعلى عنده بالخير. فهذه الرؤية جيدة والحمد لله رب العالمين. ورؤية الأب رحمه الله وأنت تبكي، البكاء على ضربان، والذي يهمنا هو البكاء العادي الذي كنت أنت عليه. البكاء العادي في المنام يدل على ذهاب الهم والغم ومجيء الخير والبركة والعافية. ووالدك أختي أم نوفل راض عنك، والدك راض عنك وموش مرتاح بزاف، موش مرتاح لأجل أنك تعبانة ولأجل أنك تمرين بظروف صعبة، وهو في عالم البرزخ لا يقدر على شيء، ولكن قال لك عانقك وقال لك ما نقدر ندير لك والو، ولكن حالته كانت تظهر وتبين أنه معناها معك ويحاول إيصال الخير والنفع ويد المساعدة لك، فهو لم يستطع صح أن يساعدك الآن، لكن دعوة الخير أعطاها لك في الحياة الدنيا، ورضاه عنك يفتح لك كل الأبواب. ودعوة الخير تاعو اللي أعطاها لك في الحياة والرضا تاعو عليك، إن شاء الله تخرجين من هذه المتاعب ومن هذه المشاكل ومن هذه المطبات
والقلاقل إلى بر الأمان، إلى الخير والبركة والعافية بإذن الله عز وجل. ويماك وقتك ينظران إليك نظرة مزعجة، بالعكس العلماء قال لك هذه رؤية تفسر بالعكس، معناها يماك وقتك يحبوك وتحبيهم، وبينكن علاقة وطيدة وعلاقة طيبة، والأم دائما تحب أبنائها، والأم دائما تحب بناتها وفي الذات كبدها، وأمك راضية عنك، وأختك تجمعك معها علاقة أخوية، علاقة طيبة، علاقة الأخت مع أختها، اللتان خرجتا من بطن واحدة. أما البحر أمواجه فوقك موش مليح، البحر كيكون هادئ ويكون كالم مليح، يدل البحر الهادئ يدل على حياة هادئة آمنة مطمئنة. أما وأن البحر أمواجه العاتية فوقك موش مليح، معناها فوقك متاعب، فوقك مشاكل، فوقك هموم، فوقك معناها أثقال، وكأنك تحملين أثقال فوق كتفك، ومع ذلك كنت تتنفسين جيدا، والتقيت بهذا الجار رابح رحمه الله. ورابح العلماء قال لك من الأسماء التفاؤلية، اسم رابح ومحمد وأحمد، يعني محمد هو من المحامد، ومحمد واحد وزوج محمدان وجمع محمدون. إذا الإنسان يقول أنا واحد اسمه محمد، أو واحد اسمه رابح، أو واحد اسمه ناصر، أو سعيد، أو مش يعني هذه من الأسماء التفاؤلية، معناها سيأتيك الربح وسيأتيك الفوز وسيأتيك النجاح بإذن الله عز وجل، وأكيد ستنجحين وتتفوقين وتخرجين من هذه المتاعب سالمة غانمة فائزة، على شرط الاستغفار والدعاء والأذكار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والطاعات ما استطعت، والابتعاد عن المعاصي ما استطاع الإنسان. وكون هذا عمك رابح ضحك لك في المنام جيد، هناك بعض المفسرين نسأل الله أن يهدينا وإياهم، سمعتهم يقول لك الضحك المنام موش مليح، بالعكس ربي يذكره بالخير وأنا أقول موش مليح، لا ربي واش قال في القرآن؟ قال فضحكت فبشرناها، ولم يقل فضحكت فعاقبناها. إذا نحن نفسر المنام بالقرآن والسنة، إذا القرآن راه يقول باللي الضحك في المنام مليح، وأنا قريت لك الآية الآن، إذا الميت ضحك معاك، الميت راه في دار الحق، الميت لا يكذب، ما يقوله الميت حق وصواب، إذا ربي راح يفتح عليك، دير بالنصائح تاعي، وأسأل الله أن يفتح عليك فتوحات لا حصر لها، وأن يرزقك بحياة سعيدة طيبة هادئة آمنة مطمئنة. وربنا تبارك وتعالى يبعد عنا وعنك كل مكروه، والله أعلم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم موت المسلمين أجمعين، وأن يوسع عليهم ويتغمدهم برحمته، ويشفي جميع مرضى المسلمين. اللهم اشفي مرضى المسلمين أجمعين، اللهم اشفي مرضى المسلمين أجمعين، اللهم ارزقهم الصحة والعافية في أبدانهم وفي أفكارهم، اللهم احفظنا واحفظ أبناءنا وأبناء المسلمين أجمعين، اللهم نجحهم في دراستهم، اللهم أبعد عنا وعنهم القوم الظالمين، اللهم اجعل بيننا وبين القوم الظالمين سدى وحائطا وجدارا إسمنتيا، اللهم قوي إيماننا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الظالمين، اللهم اجعل بلدنا الجزائر بلدا آمنا مطمئنا، وارزقه الخير والبركات والعافية والغيث، اللهم عجل بشفاء كل مرضى المسلمين أجمعين، اللهم اهدنا واهدي أمتنا وحكامنا والمسلمين أجمعين لما تحبه وترضاه، اللهم أعن حاكمنا وحكامنا وأعن أمتنا لما يرضيك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الأمن والأمان والسلامة والطمأنينة والعافية والسلام، والحمد لله رب العالمين، آمين. وإلى حصة قادمة أخرى إن شاء الله، وأستودعكم.